استضافت مدينة طشقند بأوزبكستان اجتماع المائدة المستديرة لمحافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد على هامش الاجتماع السنوي 46 لمجلس محافظي البنك. خلال كلماتها أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أنه من العوامل الأساسية لنجاح التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا التحرك السريع للدولة باتخاذ سياسات استباقية اعتمدت على خطة تحفظ التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن استمرار عجلة النشاط الاقتصادي. كما أشارت السعيد إلى أنه تنفيذ الدولة عددا كبيرا من المبادرات التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، منها مبادرة حياة كريمة.